نظم عدد من الجمعيات من مختلف جهات الجمهورية بشراكة مع الشبكة الأورو متوسطية لحقوق الإنسان ندوة صحفية للإعلان عن انطلاق حملة مناصرة تحت شعار صوتك كان ما تستغلوش يمشي للي ما تحبوش، حملة تأتي لتحسيس الشباب على ضرورة المشاركة في العملية الانتخابية القادمة. في نطاق تعزيز دور الشباب وإيمانا بضرورة تشريكهم في العملية الانتخابية القادمة، أعلنت مجموعة من الجمعيات انطلاق حملة مناصرة لحث الشباب على المشاركة في الانتخابات. البرنامج الحملة سيتمثل في جملة من المهام وفي جملة من الإجراءات تعرف باسم تكتيكات، تتمثل في بعث ائتلاف مدني لتحفيز الشباب على المشاركة في الانتخابات، تتمثل في توعية مجموعة من الشباب لكي يقوموا هم بدورهم بتحفيز شباب آخر للمشاركة في الانتخابات. الندوة الصحفية تناولت بالأساس عرض آليات العمل التي سيتم اتباعها لضمان نسبة مشاركة محترمة للشباب في العملية الانتخابية. برنامج عمل في التطبيق هي حملات توعية في جميع الولايات، تدريب جملة من الشباب على الحملة المناصرة هذه، الاتجاه نحو كل مكونات المجتمع المدني ولا المجتمع السياسي اللي تشتغل على الانتخابات من احزاب الايزي الحكومه الناس الكل، باش نحاولوا ان نخليهم يشاركوا الشباب للماكسيموم في العمليه الانتخابيه. ان الحلول تنجم تكون تسجيل الكتروني والا معناها تنجم تكون تقريب مناطق التسجيل، تحديد الموعد التسجيل ونقراو حساب العطل بالنسبه معناها ليزيتيجون. حملة مناصرة تأتي حسب المنظمين نتيجة ضعف مشاركة الشباب في الانتخابات السابقة، ويعود ذلك حسب تعبيرهم لأسباب تنظيمية.